نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي وبالتعاون مع جمعية فرق البحرين الموسيقية فعالية بعنوان باقونا على ذكراك بمناسبة الذكرى 11 لوفاة الفنان الراحل علي بحر مؤسس وعضو فرقة الإخوة البحرينية، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات والفنانين وبعض الفرق الموسيقية الأخرى المحبة لفرقة الإخوة البحرينية بمقر مركز عبد الرحمن كانو الثقافي في منطقة الرفاع. هذا وقد جاءت الفعالية تعبيرا وتقديرا لعطاء فرقة الإخوة البحرينية واستذكارا لفنان بذل وأعطى الكثير للوطن، حيث أضحت أغانيه أيقونات خالدة لروعة كلماتها ولأداء الفنان علي بحر وإحساسه القوي في التعبير بأغانيه.